نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤتمرا عماليا احتفالا بالذكرى الخامسة لثورة 30 من يونيو بحضور عدد من القيادات السياسية. أكد رئيس الاتحاد جبالي المراغي في كلمة له خلال المؤتمر أن ثورة 30 من يونيو ستظل رمزا لإنقاذ الوطن من براثن الجماعات المتطرفة والإرهابية. لم تكن ثورة بالمعنى التقليدي للثورات التي يسيطر فيها الغضب على العقل، بقدر ما هي رمز للإنقاذ والخلاص واقتلاع جذور الدكتاتورية والإرهاب والكشف عن البراقع الدينية والقبعات الأجنبية التي كانت تساند جماعة الإخوان الإرهابية.